إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. هل تؤثر حصوات المرارة على الكبد؟ هل وجود حصوات في المرارة قد يؤثر على نسيج الكبد؟ وجود حصوات في المرارة عادة ما بيعملش أي ضرر في الكبد، لا يؤثر على نسيج الكبد بالسلب إلا في حالات نادرة، حالات قليلة، لو حصل التهاب حاد وشديد في المرارة بسبب هذه الحصوات، ممكن الالتهاب ده ينتقل لجزء من نسيج الكبد اللي حوالين المرارة ويتسبب في التهاب مؤقت بيظهر على المريض في صورة ارتفاع مؤقت في انزيمات الكبد، بيتحسن مجرد ما الالتهاب ده يروح. الحالة التانية لو المرارة فيها حصوات صغيرة وكل شوية حصوة منهم تنزل القناة المرارية وتسدها، تسدها بطريقة مؤقتة لحد ما تعدي، ده بيعمل التهاب متكرر في نسيج الكبد والقنوات المرارية، وده ممكن يعمل مع الوقت تليف في الكبد بسبب تكرار الانسداد والالتهاب. علشان كده بننصح أي مريض عنده حصوات صغيرة في المرارة أقل من 1 سنتي إنه يستأصل المرارة علشان نحميه من تكرار الالتهاب والمشاكل اللي ممكن تترتب عليها. فاصل وهنعرف معلومة كمان. لبن الأم هو أحسن غذاء للطفل الرضيع في شهوره الأولى من عمره. الرضاعة الطبيعية بتقدم للطفل العناصر الغذائية الهامة لنموه بطريقة صحيحة، وبتمنحه المناعة الضرورية لمقاومة الأمراض. علشان كده التوصيات الطبية العالمية بتقول ما نسمحش بأي غذاء تاني للطفل خلال 6 شهور الأولى من عمره إلا لبن الأم فقط. وبالتالي ينبغي على كل أم إنها تركز جدا على طريقة أكلها أثناء شهور الرضاعة، وخاصة 6 شهور الأولى، تختار الأطعمة اللي هتساعدها على زيادة إضرار اللبن، تختار أطعمة غنية بالبروتين زي اللحوم والبيض والبقوليات والعدس والأسماك والألبان ومنتجات الألبان، مع الاهتمام بتناول الفواكه والخضروات. ومهم قوي إن كل ست بترضع تكتر من تناول السوائل، لكن تتجنب السوائل اللي فيها نسبة سكر عالية علشان ما يحصل لهاش زيادة في الوزن، وتتجنب كمان السوائل المحتوية على الكافيين علشان الكافيين في لبن الطفل ممكن يتسبب في توتر هذا الطفل الرضيع وتعمل له مشاكل في النوم. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.